انتي رسالة إلى إخوتي الكرام المجاهدين في بلاد الشام الذين أعز الله تعالى بهم الدين وأعلى الله تعالى بهم كلمته والذين نفاخر بهم الله في كل موطن ونتعبد لله جل وعلا نتقرب إليه بالدعاء لهم وحبهم ونشر بطولاتهم وأسأل الله جل وعلا أن يؤيدكم وأن ينصركم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يداوي جرحاكم ويشفي مرضاكم ويتقبل شهداءكم يا رب العالمين. ربنا جل وعلا وجه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بتوجيهات في كتابه، هذه التوجيهات هي سارية للأمة من بعد، وجهها للأمة كلها، وقال الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا اصبروا وإن شعرتم بأن غيركم يقطف الثمرة دونكم لكنه على الخير والإسلام فاصبروا. هل هذا تجم تعتبر من زمرة مفتي؟ أقول له يا عريفي حاشا محمد بن عبد الله سيد الخلق، يا عريفي من صنعك؟ صنعتك صفاء أبو السعود والشيخ صالح كامل الذين يمتلكان قناة إقرأ، ما صنعته قناة إقرأ ولا مشكون يملك قناة إقرأ؟ صفاء أبو السعود والشيخ صالح كامل. يا عريفي أنت عمرو خالد وصنعتكم القناة إقرأ وصرتوا نجوم، من صنع هيفا وهبي ونانسي عجرم؟ صنعتها صفاء أبو السعود والشيخ صالح كامل، ما خرجتوا من نفس الاستديو من نفس الشركة، شركة آرتي في آرتي فيديو كلوب آرتي سينما وقناة إقرأ مع بعضكم في نفس الاستديو في نفس الكاميرا بنفس المال، صنعوا عمرو خالد وصنعوا العريفي وصنعوا هيفا وهبي وصنعوا ناصر عجرم، كلكم نفس المنتوج، لماذا؟ علاش؟ لأي سبب؟ لتدمير العقل العربي، لتحطيم العقل العربي، العقل العربي المنتج الصناعي في الستينات، مصر تحب هيئة التصنيع العربي تحب تصنع الطائرة العربي، الجزائر بومدين حب يصنع الجزائر، بورقيبة يستثمر في التعليم بنات ورجال وفي كل مكان ومحو الأمية لصنع تونس، أنتم كلفتم بمهمة تدمير الثقافة العربية، تحطيم الفكر العقلاني العربي، تحطيم مشروع التصنيع العربي، تحطيم مشروع الوحدة العربية، تحطيم الجمهوريات، تحطيم السيادة الوطنية، والدليل على ذلك أنكم نفس المنتوج. نفس المنتوج، أتحداك أن تقول قناة إقرأ مفصولة عن قناة آر تي فيديو كلوب، أنك أنت وعمرو خالد ما عندكمش علاقة بهيفا وهبي ونانسي عجرم، لأنه نفس الرأس مال أنا أسميه عذاب القبر وعذاب الصدر، نفس الشيء لتخدير هذه الأمة العربية، لتدمير هذه الأمة، لتحطيمها تصبح أمة ياما متاع رقص وانحلال ومجون وغرائز جنسية أو أيضا غرائز دينية وخرافات وأساطير، وتوظفون لصالح الاستعمار. أتحداك أن تفتي في الجهاد في فلسطين، أتحداك أن تفتي الجهاد في قطر لتحريرها، أن تفتي الجهاد في السعودية لتحريرها، أفتي حتى الجهاد في أفغانستان، هاني محتلين وإحنا متضامنين مع طالبان أكثرش من هكا يعني. أتحداك أن فعل ذلك، لكن الاستعمار صنعكم، صفاء أبو السعود صنعتكم، الشيخ صالح كامل صنعكم من أجل أن تخربون هذه الأمة. نجحتم في الأول شوي ضاعت الناس، لكن الحمد لله اصطدمتم بجدار الوطني، وأقول لك الجيش العربي السوري ينتصر من مدينة إلى مدينة، فذلك يعني أن الملائكة تقاتل معه، مش ممكن الملائكة تدخل معركة وتخسر، وأن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذن إن شاء الله الملائكة تقاتل مع الجيش العربي السوري لهزيمة المشروع الاستعماري، لأن إسرائيل قصفت 3 مرات دمشق وسوريا ولم تقل كلمة واحدة، وإنما تجيش وتخدر شباب عربي فقير ضال ياس لترسله إلى الجحيم السوري ليقاتل في سبيلي، ليس في سبيل الله، في سبيل إسرائيل وفي سبيل أمريكا وفي سبيل آل سعود وفي سبيل آل ثاني. من هي تقول انتي اللي يشحن التارب وفلس مسكن الاقصات سمع حتى ناس متنكرين في شكل داعية. الربليك الاخرى متاعنا هي الكويز.